فضائل الصلاة. الصلاة هي عماد الدين وغرة الطاعات، وقد ورد في فضائلها أخبار كثيرة مشهورة، ومن أحسن آدابها الخشوع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذع حائط. وكان علي بن الحسن رضي الله عنهما إذا توضأ أصفر لونه، فقيل له: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة، أبرزها حضور القلب، ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له، وسبب ذلك الهمة، فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة، فلا علاج لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة، وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا. فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان، فاجتهد في تقويته. قيل لعامر بن عبد قيس رحمه الله: هل تحدثك نفسك بشيء من أمور الدنيا في الصلاة؟ فقال: لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن أجد هذا. ومنها التعظيم لله والهيبة، وذلك يتولد من شيئين: معرفة جلال الله وعظمته، ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة، فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع. ومن ذلك الرجاء، فإنه زائد على الخوف، فكم من معظم ملكا يهابه لخوف سطوته كما يرجو بره. والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب كما يخاف من تقصيره العقاب.